نكمل الحل، نقول إذا هسه تكامل لهذا الحد، إذا تكامل دي اكس اكس زائد واحد مضروب في اكس تربيع زائد واحد يساوي، يكون مساوي تكامل الحد الأول اللي هو هذا نصف، تكامل لنصف دي اكس على اكس زائد واحد زائد تكامل الحد الثاني اللي هو راح يكون ناقص نص اكس زائد نص، هذه كلها دي اكس على اكس تربيع زائد واحد، ويساوي التكامل الحد الأول راح استخرج النص هذا كونستانت، فنصف تكامل لدي اكس على اكس زائد واحد زائد الحد الثاني هذا راح اجزئه، اقول تكامل الحد الأول ناقص نص اكس دي اكس، تكامل لناقص نص اكس دي اكس على اكس تربيع زائد واحد زائد تكامل الحد الثاني المتبقي اللي هو نصف دي اكس على اكس تربيع زائد واحد، ويساوي نصف تكامل الحد الأول مشتقة المقام موجودة بالبسط، إذا هو لين اكس زائد واحد زائد واحد زائد بالنسبة للحد الثاني هذا مشتقة المقام هي 2 اكس دي اكس، خلي أطلع هذا الكونستان سالب نص لي برا، فأقول ناقص نص طلع لي برا، شو يبقى عندي؟ يحتاج أن أوفر المشتقة، فاثنين على اثنين يبقى نصف، فيصير عندي في نصف مشتقة هذه اللي جوا راح تكون هي عبارة عن شنو؟ لين اكس تربيع زائد واحد زائد نص، هذا طلعت لي برا، شو يبقى عندي؟ دي اكس على اكس تربيع زائد واحد، هذه مشتقة التان انفيرس، فاذا نرجع على اصل تان انفيرس اكس زائد سي، وتساوي هذه نصف لين هسه اكس زائد واحد ناقص هذا يصير واحد على اربعة لين اكس تربيع زائد واحد زائد نصف تان انفيرس اكس زائد سي.